حين يتعلم الإنسان فإن وعيه يرتفع بالتأكيد ولكن ليس بالضرورة أن التعليم يوجهك للمسار الصحيح. التعليم قد يوصلك إلى ما تريد، ولكنه ليس مسؤول عن أخلاقك أو تربيتك. صحيح أسرار، باختصار أنه الأسرة وتربيتهم وتعليمهم هي كل شيء، سواء اتفقنا أو ما اتفقنا واختلفنا على الموضوع ما يهم، لأنه كل شيء نشوفه في شخصية الواحد بعد كبر وبعد سنين طويلة هو حصاد تربية الأهل. هذا الموضوع المهم، أتمنى كل الأمهات يشاهدونا ويركزوا عليه، وحنتكلم فيه دحين مع ضيفتنا دكتورة سامية خنكار المستشارة التربوية. أهلين دكتورة سلوى خنكار. سلوى خنكار، أهلا وسهلا فيكم، وحقيقة أشكر استضافتكم، وهذه هي المرة الأولى، لكن بإذن الله أنه يكون لنا يعني صوتنا يوصل ولو شيء بسيط لكثير من الأسر عن بعض النقاط اللي غايبة عنها. صحيح، موضوعنا جدا مهم، ونتمنى أنه نقدر نوصل كل الأفكار للأمهات اللي بيسمعونا حاليا، ونبغى يعني نعرف كلمة تربية. إيش هي التربية؟ كلمة أوسع للموضوع. طبعا التربية طبعا مفهوم واسع كبير جدا. التربية يعني أنا عندي بيت شعر يقول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا. صحيح، فالأم يعني قد تكون هي اللبنة الأساسية لتربية الأطفال والأبناء. بنشوف إحنا في كثير من العوائل إنه الأبناء بيتقمصوا شخصيات الأب والأم. الخمس سنوات الأولى هي أهم مرحلة في حياة الطفل، فالخمس سنوات الأولى هي اللي بيتم فيها تقريبا غرس المبادئ، غرس القيم، تقمص شخصيات الأب، تقمص شخصيات الأم. فيعني ما نقدر نقول إنه الشارع يربي، المدرسة تربي، لا، حقيقة أساس التربية تبدأ من البيت. صح، ناس كثير دكتورة يقولوا لا، المدرسة هي اللي تربي، أو مثلا صار التلفزيون هو اللي يربي، أو وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي تربي، مو الأب أو الأم. فأنت إيش رأيك؟ طبعا إحنا يعني ما ننكر اللي هو الانفتاح اللي بيتعرض له أبنائنا وبناتنا في الزمن هذا، سلاح ذو حدين. إن ما كان في توجيه ووعي من العائلة ومن الأم والأب إنه كيف أنا أقدر أحمي ابني، أنا أعطيه لكن لازم أوعيه وأبين له إنه هذا شيء، إيش هو الخطأ، إيش هو الصح، بحيث إن أنا أقدر أخلي الابن هو اللي يميز. إحنا مع الأسف الآن طبعا انشغال الأسر، انشغال الأم للأسف، انشغال الأب، إيش اللي صار يربي الأبناء؟ إما التلفزيون، برامج، أصحاب، دادات، بعض الأفكار اللي هي ما تكون صحيحة، ويحتاج اللي هي ممكن تكون هي مثلا غرستها الأم لكن ما لاقت اللي هو التوجيه الصحيح بالنسبة للإبن، فبالتالي ممكن يكون جات له إضافات عليها من الخارج فتوجهت توجيه ثاني وآخر. صحيح. فقد الحوار حقيقة. الآن نعرف أن الزمن أصبح صعب جدا، انشغال الأم، انشغال الأب، الأبناء فقد معهم الحوار. كثير من الأبناء عندنا الآن يطلع الثانوية هم محدد فين يروح، إيش يبغى. صحيح. إذا من البداية ما أنا غرست القيم، غرست القيم الدينية، القرآن، الصلاة، عوزت عليه، بعد كذا صدقوني مع الوقت حتثمر. صحيح. لكن إحنا إذا هذه الأشياء اندثرت حقيقة، حالات الطلاق طبعا إحنا عندنا في المجتمع أصبحت كثيرة. صح. الإبن له عايش مع الأم، وله عايش مع الأب، وعايش مع الجدة، هذه برضو لها دور كبير في أنه بتعمل خلل في التربية. صحيح. طيب الناس دكتورة سلوى بيخلطوا بين دور المدرسة ودور الوالدين في التربية، هذا الشيء بيخلينا إحنا كلنا نخلط في المواضيع، فمين اللي يعزز للآخر؟ لا يمكن نقدر نقول انه المدرسه لها دور في التربيه لوحدها او انه البيت له دور في التربيه لوحده. اذا ما تعززت اللي هو الجهود ما بين المدرسه وما بين البيت او العائله، لا يمكن تقدر. يعني مثلا انا كنت في احد المدارس، كانت المديره كنديه، وكنت اقول لها، قالت احنا عندنا عقاب الطالب عندما يخطئ انه انا ارسله في البيت اذا سوى شغب في المدرسه. قلت احنا عندنا هنا غير، لانه هناك عندهم الدور يعزز البيت، اذا ارسل الطالب طبعا هو متعلق اصلا بالمدرسه، فلما يحرم من المدرسه ويرجع البيت الطالب طبعا بحس بنوع من انواع اللي هو التانيب الضمير او انه هو مثلا إن هذا عقاب. صحيح. قلت لها ترى احنا لانه في البيت ما راح يعزز دورك، في البيت راح هناك يروح التلفزيون والايباد. صح. موجود. طبعا ما صدقت كلامي، قالت لا انا ابغى ارسله البيت. ارسلت الطالب، كلمت ولي امره، اخذه من المدرسه. اليوم الثاني 30 طالب،
سووا طبعا ضعف السلوك اللي سواه صاحبهم عشان يرجعوهم البيت. عشان يرجعوهم البيت. قالت ليش انتم كذا؟ قلت انه احنا عندنا ما فيش حب للمدرسه زي كندا مثلا. صح صح. فبالتالي احنا اساليب العقاب عندنا اذا ما كان في تعزيز من مثلا دور الاسره ودور المدرسه في العقاب وفي الثواب بالنسبه للطالب انه تكميلي عمره ما راح نقدر. بس والله جيلنا ذكي. صح. جيلنا عندنا جدا ذكي. صحيح. بس تعقيبا على كلامك دكتوره تعقيبا على كلامك من شوي، احنا اليوم عندنا عوائل كثير بينهم انفصال ولكن طلعوا نماذج ناجحه للمجتمع يعني. صحيح. فسؤالي لك بخبرتك كتربوية، كيف شايفة جيلنا اليوم؟ كيف شايفة أبنائنا وبناتنا اليوم؟ والله أنا أرجع وأقول يعني دور الأم والأب مهم جدا في أنه هو يوضح إيش الهدف. أنت ليش بتدرس؟ يعني إحنا عندنا كثير الآن في نفور وفي عدم دافعية للطلاب للتعليم. صح. طب ليش؟ إيش السبب؟ لأنه صار الموضوع إسقاط عليهم، فقط اتعلم ادرس جيب لي علامات عاليه. لا طب ايش السبب؟ ليش انا ما قبل ما اقول له ادرس اول شيء ابين له ايش دوره في المجتمع، ايش الهدف اللي تبغى توصل له، كيف اني انا ما اخلي انه الدراسه هذه شبح اكثر من انه هي تكتم. سلاح. صح. وانك انت تبني امه وتبني وطن وتستفيد منها ويكون. صح. وتحقق ذاتك، هذا طبعا المفهوم، وتفيد بلدك هذا المفهوم. بس انت تبدا من تعزيز ذاته اول شيء. صار احنا عندنا انه كثير من الاولياء الامور ذاكر انجح يصير دكتور. طب يصير دكتور ليه؟ ما انا اول شيء اخليه هو يعني شوفي احنا دائما نحسس ابنائنا ان احنا مسؤولين عنهم، لكن ما نحسسه انك انت مسؤول. صحيح. لو الطفل حس انه هو متحمل المسؤوليه ولو 1% احنا طول حياتنا قرارات ابنائنا باختيارنا احنا. للاسف. البس اشرب كل سافر ذاكر. طب ليش خلوهم يعيشوا حياتهم، خليهم يقرروا مصيرهم، كيف يخطط لحياته. صحيح. صحيح. خليه هو يحس بانه مسؤول عن حياته، مسؤول عن مستقبله، مسؤول. صحيح. عن اختياراته. بعد كده انت ممكن توجهه، لكن يمكن احنا نسقط اللي احنا تربينا عليه مع ابنائنا في الوقت الحالي. طب يعني. ايش هو الدور اللي تخلوا على الاسره او اهملوه بحيث انه خسروا اولادهم في موضوع التربيه، وايش اللي هو يقدروا الشيء يستعيدوه؟ يعني ايش لازم نستعيد احنا كوالدين عشان اولادنا يكونوا انت خير؟ يعني الشيء المهم والضروري نفتح باب الحوار مع الابناء، هذا الجانب مفقود عندنا تماما. انا اشوف ابني، لا ابني احسن ما يكون، لا ابني افضل واحد قدامك. لازم الطفل يبين لك او الابن يبين لك انه هو مثالي اللي ما في زيه اللي هو يرضيك، لكن من وراك انت ما تعرف هو مين. فكثير من الحالات اللي بتجينا لما كنت في المجال التربوي بتقول لي لا انا بنتي لا يمكن يطلع منها الشيء هذا. طيب حبيبتي اكيد انه الطالب او الطالبه بتقدامك بتبين لك احسن ما عندها. صح. لكن الوجه الحقيقي لها بيطلع. من كثر ما ضغطت عليها ما خليتيها تطلع شخصيتها الحقيقيه. ما تطلع شخصيتها الحقيقيه. وهذا طبعا اللي بتكون في صدمه انه لا انا ما علمتها كذا، لا انا ما ربيتها على كذا، لانه يعني كان تقريبا هو اسلوب الحوار مفقود ما بين الاباء والابناء. اتمنى انه نرجع نفتح باب الحوار، اتمنى انه اللي بعيد عن ابنائه يقترب شويه، ينزل لسنهم، حيلاقي كثير من التصرفات ما تعجبه، لكن لازم يتقبلها لانه جيل اليوم مو زي جيل امس. ويطول باله شويه دكتور، جيل اليوم العصبيه يعني. جيل اليوم مو زي جيل امس، لازم انت تاخذه بالسياسه لانه حقيقه. صح. هو بيتعلم اشياء كثيره غلط لازم انت توجهها، اذا ما كنت انت بجنبه و عماله يكون صريح معك انه هو يقول لك ايش بيعمل، حيعمل كل شيء من وراك. صحيح. فهذا طبعا النقطة اللي هو يعني اللي غافل عن كثير من الاسر، انه دائما تقول لك لا انا ولدي لا يمكن يعمل كذا، انا ولدي قريب انا من. لا انت ما انت قريبة، انت قريبة بجسدك لكن بفكرك انت ما بتتقبلي افكاره، ما بتتقبلي مقترحاته، ما بتتقبلي نقده. واللي يزعل انه حتى تلاقي الاهالي نفسهم عندهم الشخصية والعيوب اللي في اولادهم يقول لك ما تعجبني. طب انت اساسا اخذها منك، اتوارثها منك سبحان. صحيح. الله ويحاربوها. صحيح. يعني حتى مثلا بعض الاباء مثلا يعق امه قدام ابنائه، طب انت كيف تبغى بكره النهار يعني تغرس في ولدك انه لا برها يكذب قدامه قدوته. يكذب قدامه يقول لفلان ان انا ماني موجود ان انا نايم. طب ما انت هذه كلها فعلا. صحيح. يعني بتصير بشكل بتصير قول له نايم. طب هو خلاص حيقول اوه يعني انت بالفعل شيء عادي، كيف انا اقدر ابغى اغرس فيه؟ خليك صادق معايا ولازم انت تخبرني بكل شيء. طب اذا انت بتكذب انت بتعلمني كيف يحترم السيدات وانت بتهزئ امه، كيف. صح. يحترم اخته. صح. وانت. صح. ما. صح. تحترم اختك. هذه الاشياء كلها هذه كلها يعني احنا. صح. عشان كده بنقول احنا دائما يا جماعه الخير التربيه من البيت. يجيني طالب معنف يطلع العنف على الاولاد، ليه؟ لانه يا بينضرب يا من الام يا من الاب. يجيني طالب يشتم معناته انه بيشتموا في البيت، فمعناته انه احنا الابناء هم صوره لوالديهم، اللي يعني الوعاء الفاضي اللي انا اقعد أعبيه بما أنا شئت كأم. يعني أنا مع الانفتاح هذا أبنائي بدأ أستحفظ القرآن، لأني أنا مؤمنة إنه الدين هو الأساس. صحيح. صار إحنا عندنا في عولمة على مدارس الانترناشونال. صحيح. الكل صار عنده في توجه أنا لازم أبغى يتعلم اللغة الإنجليزية، لكن مع الأسف اندثرت اللغة العربية. إحنا مجتمع غير ناطق باللغة الإنجليزية. والمؤسف دكتورة إنه يكون يعني المفترض إنه يتكلم عربي تلاقيه ما يعرف يتكلم عربي وكلامه كله. هذا هو يعني إحنا ضيعنا هويتنا. زميلتي قبل أسبوعين راحت كوريا الجنوبية
وراحت مدارس الكوريا الجنوبيه وتقريبا هم اظنهم 3 مليار او شيء زي كذا، عددهم مهول. قالت له كم مدرسه اجنبيه انترناشونال عندكم في كوريا؟ قال لها 3 مدارس فقط. قالت له انتم كوريا بهذا العدد المهول ما عندكم؟ قال لها لانه نحن نحافظ على هويتنا وعلى لغتنا. احنا لا، كل ماله بتزيد المدارس الانترناشونال وبنفقد اللي هو لغتنا الام اللي هي اللغه العربيه. صحيح. ومع الاسف تلاقي الطالب يوصل لمرحله لا هو قادر يمشي في اللغه الانجليزيه ولا هو قادر يمشي في اللغه العربيه. صحيح للاسف. صحيح. طيب صحيح. دكتوره احنا اليوم اطفالنا ما شاء الله فيهم ذكاء متزايد وفيهم صح. نشاط كمان متزايد، طب ليش التربيه عند الاهالي تراجعت؟ ليش التربيه ما صار زي زمان؟ يعني الاهالي زمان كانوا يهتموا بتربيه الابناء صح. بطريقه صحيحه، الحين لا، يعني الاهالي صاروا متزاهلين. انا قلت انا مع الانفتاح مع الانشغال. حلو. يعني انا عندي مثلا بعض الامهات تقول لك خلاص خلي، انا اعطيته ايباد هو ساكت وانا مرتاحه انا مبسوطه، بس هي ما تعرف ايش قاعده تدمر. انت قاعده تعطيه تحدي اكبر من التحدي العقلي له. فاحنا نقول ليش هو هايبر اكتيف؟ ليش هو ذكي؟ انا لما الطفل يعرف يعمل داونلود، يعرف يعمل سوفت وير، يعلم اهله كيف يتعامل، فطبعا بالتالي انا عمالي احرك وازيد ذكاؤه وازيد نشاطه. ما بتعرف ايش بيلعب في البلاي ستيشن، ما بتعرف ايش بيلعب في الايباد. احنا الان صار عندنا الالعاب اونلاين وبيتعامل مع ناس ما يعرفهم. الان في الاولاد فعلا يعني بس الاونلاين من بعض الالعاب يتحدث الانجليزيه بطلاقه. صحيح. فانا قاعده يعني ما قاعده اتابع، ما قاعده اراقب، وفي نفس الوقت ابغاه يكون ملاك قدامي. صح. طيب انت اجلسي معاه، اتكلم معاه، تابعيه، راقبه، شوفي ايش بيدخل، ايش بيسوي. هذا طبعا برضه كثيره من النقاط اللي دائما انبه على الامهات، انتبهوا على ابنائكم من الاجهزه. طفل عمره سنتين عنده صحيح. ايباد. ولد عمي عنده ايباد، وش اروح اشتري له كمبيوتر؟ لا ان شاء الله حيستفيدوا بعد حلقتنا اليوم وبفقره هذه ان شاء الله حيبدا يفتح عيونه على الموضوع. هي فقط هي تعتبر كلمات بسيطه، لكن لو تعمقنا في تربيه الابناء حنلاقيها بحر طبعا لا حصر له من الاشياء اللي فقدت صحيح. زمان كانت صحيح. عندنا نتربى عليها صحيح. اللي هو العائله لما تتلمى مع بعض كل واحد يقول همومه. الابن لما يرجع من المدرسه يعني يلاقي امه تسمع ايش اللي صار معاه. صحيح. هذا كله طبعا الان ان شاء الله لا كلها حترجع، وان شاء الله كل واحد يعرف يمسك زمام الامور من اول وجديد بعد الفقره هذه ويستوعب اغلاطه. يعطيكم الف عافيه. المستشاره التربويه دكتوره سلوى خنكار نورتينا واستفدنا منك كثير، يعطيك الف عافيه. شكرا لكم وفرصه سعيده باذن الله. باذن الله. مشاهدينا خلونا نطلع لفاصل قصير ومن بعده نرجع لكم. في سيدتي بعد الفاصل. الدكتور صالح الأنصاري يطلق مبادرة المشي للصحة ويؤكد ضرورتها للجميع.